نعم، خضر بداية في جلسة مطولة لمجلس النواب العراقي استمرت لأكثر من 10 ساعات في الأمس حتى منتصف الليل. تم استكمال التصويت على قانون الانتخابات في كل محافظات العراق، وخصوصا في محافظة كركوك المتنازع عليها بين بغداد وأربيل. أيضا بعد تفاهمات سياسية استمرت لساعات وجلسات من قبل الكتل السياسية والنواب في البرلمان العراقي من المكون التركماني والمكون الكردي والمكون العربي في داخل مجلس النواب، تم الاتفاق وتم التصويت على قانون الانتخابات في كل طيب محافظات معتز، يعني لو العراق. لخصت لنا نعم، تفاصيل التي تم التوافق عليها. يعني هناك توافقات بين التركمان، على اعتبار التركمان هم أبرز المعارضين على قانون الانتخابات في محافظة كركوك، فتم التصويت على توزيعها إلى 3 دوائر انتخابية، تكون دائرة في الوسط ودائرة في شرق وغرب المحافظة ودائرة تكون في قضاء الحويجة. بالتالي فإن المقاعد النيابية سوف تكون إلى 12 مقعدا موزعة ما بين الكتل، وحسب ما بين الكتل البرلمانية في محافظة كركوك وحسب الكثافة السكانية. بالتالي كل مكون سوف يأخذ حقه بجمهوره وبعدد الأصوات الذي تأتيه من الانتخابات المقبلة. يعني صناديق الاقتراع سوف تكون الفيصل بين الكتل السياسية المتناحرة فيما بينها من أجل قانون الانتخابات. بالتالي هنالك استياء من الشارع العراقي، على اعتبار قانون الانتخابات لم يمرر بحسب القانون أو بحسب الكثافة السكانية المتعارف عليها وبحسب مطالب المتظاهرين في كل محافظات العراق حتى في إقليم كردستان. بالتالي فإن هذا القانون جاء برغبة الكتل السياسية لإضعاف الكتل البسيطة وإبراز الكتل الكبيرة التي لديها جماهير في كل محافظات العراق. بالتالي فإن الكتل الكبيرة التي بدأت التأسيس منذ 2003 إلى هذه اللحظة سوف يكون لها نصيب أكبر في الانتخابات المبكرة، عكس الكتل الصغيرة التي تنظم يعني نفسها معتز، سياسيا هذه الآن. الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب لم تحظى يعني بتأييد شعبي في الشارع العراقي. لن ولن تحظى بتأييد شعبي حتى هذه اللحظة، على اعتبار مثل ما ذكرت أنه هذه الكتل السياسية خدمت مصالحها داخل البرلمان العراقي، وتم التصويت على قانون يخدم مصالحها. بالتالي فإن الكتل الكبيرة لديها جمهور مؤسس منذ 2003 إلى حد هذه اللحظة يقدر بعشرات الآلاف. بالتالي فإن هذه الجماهير سوف تخدم كتلها السياسية في صناديق الاقتراع، وسوف يصوت لكل شخص في كل محافظة. بالتالي فإن الكتل السياسية سوف يكون لديها أكثر من برلماني في كل محافظة، ويرجع الحال إلى ما هو عليه الآن. بالتالي فإن استياء الشارع العراقي حتى هذه اللحظة غير راضي على قانون الانتخابات. لا يعني معتز باختصار، لا يعني ما جرى في البرلمان العراقي لم يأتي بجديد على العملية السياسية في العراق، إنما هي عملية لتدوير الزوايا فقط لا أكثر. يعني نعم خضر، هي عملية لتدوير الزوايا بين الكتل السياسية، لكن الشارع العراقي يعول على المتظاهرين الذين سوف يدخلون في انتخابات جديدة، وأيضا على بعض الشخصيات السياسية التي دخلت بقوائم وتكتلات جديدة، على اعتبار أصبح وعي المواطن العراقي أفضل من السابق في كل الانتخابات الماضية. اليوم الشارع العراقي يعي خطورة الموقف، وسيكون هو الفيصل في اختيار مرشحيه وإبرازهم إلى الواجهة السياسية. وضحت الفكرة مراسلنا معتز أيوب، أنا أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من بغداد.